يحل اليوم ذكرى الفنانة فايزة أحمد التي رحلت عن عالمنا في 21 من سبتمبر من عام 1983 عن عمر يناهز 52 عاما، حيث ولدت في 5 من ديسمبر من عام 1930. حصلت الفنانة فايزة أحمد على عدد من الجوائز والأوسمة، وسام تونس من الرئيس الحبيب بورقيبة، وقد أحيت العديد من الحفلات في مصر والعالم العربي. ولدت في 5 من ديسمبر من عام 1930 لأب سوري نشأت وعاشت بداية حياتها في دمشق، وتقدمت للإذاعة السورية ولم يتم اختيارها، ثم تقدمت لإذاعة حلب ونجحت وغنت وذاع صيتها.